أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه 31 قرش للشراء، 19 جنيه 38 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 53 قرش للشراء، 19 جنيه 62 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 54 قرش للشراء، 22 جنيه 64 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 20 جنيه 24 قرش للشراء و20 جنيه 32 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 78 قرش للشراء، 2 جنيه و80 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و13 قرش للشراء، 5 جنيه و16 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه 63 قرش للشراء، 62 جنيه و90 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه 25 قرش للشراء، 5 جنيه 27 قرش للبيع. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 الجرام بيسجل 956 جنيه، عيار 21 الجرام بيسجل 1115 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1274 جنيه، أما الجنيه الذهب بيسجل 8920 جنيه. بالنسبة لمتوسط النهار درجات الحرارة، خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهنلاقي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. في كمان فرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في العلمين الجديدة 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.